وريني وريني. انا هكلم الاسعاف. الحمد لله السطحيه. دول بسرعه. بتعمل ايه؟ بنعيش لك العضله جايه تطلع ترد بره. ده الحظ بقى يا رب. حظ ايه بس؟ احمد ربنا انك ما حطيتوش قدام. راح انا جت. بالراحه انت عليا، اوعى تعملها في وشي. بالراحه يا اختي، بالراحه يا اختي. بتنخوري في ايه؟ استنى بس. يا رب لو حد من الجيران باصص بس هيفهم ايه. كبيره قوي. ما تسمي نفسك يا نجات، ايه دي اللي كبيره؟ التعويره، التعويره. التعويره برضو. بقول لك ايه، ما تقوليش ان انا قلت حاجه. ما تخافش مش هبيعك. ايه مالكم؟ صباحك نادي يا ابن اختي عنتيل العماره. ايه مالك بتبصي لي كده ليه؟ انت لبست بدله الضابط بتاعه الاستاذ كمال ابو ريه وخرجت بيها؟ مين قال لك بقى الكلام ده؟ هيكون مين يعني؟ البقف ده. انت بتبيعين هنا جت؟ اخرس انت. عادي لبستها مره واحده ورحت حفله تنكريه وخلصنا. انت كذاب. طب وديني وايمناتي، لو شفتك لابس البدله دي تاني لهبلغ انا عنك البوليس. ولا ليه؟ انا هقول لك بقى انا هعمل ايه. اتفضل. نجوى، يا نجوى. ايوه. خدي بدلتين البوليس دول توديهم عند الاستاذ كمال ابو ريا، قولي له خليهم عندك. ايه رايك بقى؟ انت مكبره الموضوع كده ليه؟ انت ايه؟ ما بتحسش؟ انت عايز تعمل فيا ايه؟ عايز تشلني؟ عايز تخلص عليا؟ مش كفايه انك مش فالح في اي حاجه، عايز تمرمطني كمان وراك في السجون؟ حرام عليك. انت عارف لو اتمسكت بالبدله دي ممكن تاخد فيها كام سنه سجن. رحمة ابوك يا شيخ ما تزعل مني، والله العظيم ما قصدت ابيعك وليد، انا فعلا بخاف عليك. بقولك ايه، ما تتكلمش معايا تاني، انت مش راجل. لا بعدين انت مش موضوع خلص خلاص. اتفضل غرف الستين ده يا بقى، قاعد معانا تاني ليه كده برضه يا وليد؟ اوعدك يا سيدي ان انت مش هتشوف وشي تاني خالص، انا واضح انها تقلت عليكم. سلام سلام يا ابن اختي. هنا بقى يا باشا المقاس 100%. تمام. وحياة أمك ما تقول لأمك. خلاص مش هقول لأمي. في إيه مالك؟ هقص. طب إيه عايز إيه؟ أجي عايز أجري إيه؟ بس ودي وشك كده وطلعت أساسها. الله يعرفك. هو حاجب المقاس ده وجينا. في ده يا أخي. الكتاف كده مظبوطة؟ الكتاف عسل، بس إحنا ليه عاملين كده؟ مش عارف. تعالى يلا. إيه مالك؟ والله ما أنا عارف وليد، آخرة المرمطة دي إيه؟ اخرتها ريم. بعدين مالك يعني خايف كده ليه؟ انا معاك وليد. يلا. ايه ده؟ خد بيني وبينك من ساعه ما شفتها وانا متغير، حياتي كلها اتلخبطت. تصور انا اقطع علاقتي بكل البنات اللي انا عارفهم. كل البنات؟ كل البنات والله. خلاص يلا، انا كبرت ما بقتش بتاع بنات، بقيت بتاع نسوان دلوقتي. فك بقى. ها؟ ها؟ معايا يا خالو؟ معاك يا ابن اختي. بس بقول لك ايه؟ احنا محتاجين حد يساعدنا وش. اي والله اي والله. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? عادي يعني، انت عمرك شفت قبل كده ظابط عامل كمين تحت بيت صاحبته؟ انت مالك يا حماده؟ بيت عيل خرع كده. يلا في ايه؟ يلا مالك؟ يلا انا معاك، انا بنفسي معاك. ده معناه ايه بقى؟ سكينه بقى. وتطلع ورقه وقلم يا حلو. وتتعلم. يا صباح العسل يا رجاله. رخصك فات شيل العربيه. مالك يا باشا؟ ده مفهومك على الميري مش كده خالص؟ مفيش حاجه كده. حماده بيه. يا فندم. طلع ورقه وقلم، خد اقواله. اقوال ايه واحنا في الاسم؟ ايه ده؟
ده الفنان احمد زاهر. حبيبي ازيك يا فنان؟ صباح الفل يا باشا. انا بحبك حب حبيبي. بحبك شرف ليا والله. شرف عينيا. ده انتوا حماة البلد. بقول لك ايه يا نجم بصراحه كده عينيا إيه، انتوا بتبوسوا في الافلام بجد ولا كده؟ انا عن نفسي يعني انا ما ببوسش خالص. طب انا عايز ابوس. نعم. إيه، عايز امثل تخدمني الخدمه دي؟ معقوله يا باشا؟ ده انت ظابط قد الدنيا عايز تسيب دورك الوطني الهمام دوت وتروح تمثل؟ ده احنا بنتحمى فيكوا. معلش يا باشا بس بمسح صور عشان الذاكره عندي مليانه، بفضي المعرض بتاع الصور. معلش اهو معرض الصور اهو. يلا اهي. على فكره بحبك برضو. ها يعني اخش معاك في الصوره؟ اتفضل. انا معانا في الصوره جوه. يلا اشترك يا باشا. الضحكه بقى الضحكه الحلوه بقى. ها يلا نبين سنه الارنوب اهي. نعمل حركه يا باشا. الحركه انا ما بطيقهاش دي. يلا بوز البطه بقى. بوز البطه. عنديل. بركه يا فندم. بركه والله يا فنان. يلا لعبنا وهزرنا. تمام. ها رخصك بقى برضو. رخصك. انزل لي. لا 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 سوري بقى معلش. ستوب الحد. انزل لي. لا يا فندم حضرتك تتعامل معايا قانوني. من حقك انك تسحب الرخص وانا اروح زي الشاطر ادفع الغرامه واجيبهم. تجيبهم أكتر. ده لو لقيتهم هناك اصلا. ماشي اوكي هجيبك يا احمد ازاي. غير بقى موضوع خد اقوالهم ده. هاي هاي. لا ما ده فيها هاي بقى. حماده بيه. عمر يا فندم طلع ورقه وقلم بسرعه خد لي ارقامهم. غيرت اهو. ها شوف الجد بقى. امال ايه؟ هو الحمد لله انه هاي وكله تمام طبعا. بس استسمحك معلش لو معاك على الموبايل اي حاجه ليكي وانت لابسه كت. ايه ده انت مجدد الرخص؟ ها لا انزل لي بقى. لا بهزر معاك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الله الله. ايه يا ابني اللي بتسمعوه ده؟ تسمعونيش انا ليه؟ قصدي اللي بتشربوه ده ايه؟ كتابة في كل كلمة كتابة. لا وايه؟ طلعت خبرة جدا وعارفة بتعمل ايه؟ وتريها متعودة دايما. يا ريتني سمعت كلام أيمن. تقول عشان تاخد الرخص. متعودة دايما. طب مفيش ابتسامة ليه هنا؟ يا ريتني سمعت كلام أيمن. باشا بعد ما عملنا قائمة بكل الأجانب اللي موجودين في مصر في الفترة الأخيرة وما خرجوش تاني، شكينا في مجموعة قليلة منهم. كلمنا السفارات بتاعتنا في بلادهم يا فندم عشان تساعدنا. النهاردة بس جات لنا معلومة في منتهى الأهمية. في جواز سفر باسمه جوزيف أنطونيوس. الراجل ده ملوش وجود في اسبانيا اصلا. اسمه وهمي. حتى العنوان اللي موجود في جواز السفر يا فندم طلع مش حقيقي. وبعد التحريات وتكسيفها هنا في مصر اكتشفنا انه موجود في حي الزمالك. مستني ايه؟